حطني رقم واحد في الهجاصين. لازم نبدأ الحلقة بتسقيفة لمنتخب المغرب، لازم نقول شكرا للمغرب، شرفتونا شرفتونا، خليتونا قاعدين بنتفرج على منتخب عربي وافريقي في سيمي فاينال كاس العالم، والماتش بيخلص واحنا زعلانين ان انتوا مش في الفاينال. خليتونا احلامنا تبقى في السماء، خليتونا نحلم، خليتونا نبقى عندنا ثقة في الفيكو، خليتونا نبقى قاعدين بنتفرج على الماتش بنقول لا هنرجع في الماتش، بنلعب فرنسا بطل العالم واحنا راكبين الماتش وبنلعب ماتش افضل منهم، وبنقول احنا في ايدينا نرجع في المباراة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، احنا اوريدي صنعنا التاريخ، احنا مش لسه هنصنع التاريخ او لسه هنعمل تاريخ، احنا عملنا التاريخ. احنا عملنا تاريخ ما تسطرش قبل كده وممكن ما يتسطرش بعد كده، ان منتخب عربي يوصل سيمي فاينال كاس العالم وجمهوره المغربي والجمهور العربي كله يبقى قاعد زعلان ومتضايق ان المنتخب العربي ما وصلش فاينال كاس العالم. انتوا متخيلين؟ انت متخيل سواء انت بتتفرج عليا مغربي تونسي جزائري مصري سعودي كويتي اي بلد عربية، انت متخيل انت قاعد بتتفرج على منتخب عربي وزعلان ان هو ما وصلتش فاينل، زعلان ان انت مش شايف اللعيبه دي بتتوج بالذهب في الاخر، اللعيبه دي تستاهل انها تتوج بالذهب، اللعيبه دي تستاهل كل حاجه حصلت لها من اداء من رجوله من مسانده من الوطن العربي ومن المنتخب المغربي ومن الاداره ومن الجهاز الفني وكل حاجه. بصراحه شرفتونا، شرفتونا دي كلمه قليله، خلتونا كلنا بنتكلم احنا نقدر، احنا العرب بنتكلم كعرب، والمنتخب المغربي وحد العرب كلها في كاس العالم ده، خلى المنتخبات العربيه وخلى الشعوب العربيه كلها ايد واحده، الشعوب العربيه كلها. عايز اقول لكم النهارده القهاوي المصريه كلها قاعده وكان منتخب مصر هو اللي هو اللي بيلعب سيمي فاينال كاس العالم، وكان منتخب مصر هو اللي بيضيع الفرص، مع كل فرصه بتضوع بتضيع، مع زعيقه مع تنطيط مع صريخ مع اللي انت قاعد مكسور ومتضايق في اخر الماتش مع فرنسا لما جابت الثاني، كل ده كانت مشاعر من القلب فعلا، كل ده المشاعر ولدتها جوانا المغرب. المغرب عملت بطولة للتاريخ ولسه عندنا فرصة نكتب تاريخ جديد من تاني وناخد مركز ثالث وناخد برونزية في كأس العالم. فكرة انا مش مستوعب بجد، انا مش مستوعب نفسي ان انا زعلان ومتضايق ان منتخب افريقي منتخب عربي منتخب المغرب ما صعدش نهائي كأس العالم. دي حاجة لو قلتها قبل كأس العالم قعدت انت كده واحد صاحبك او انت واي حد في العالم بتقول له ان انا هبقى قاعد في سيمي فاينال كاس العالم في مباراه ما بين المغرب وما بين فرنسا والماتش خلصان وماتش خلص وانا زعلان ان المغرب مش في النهائي، هيقول لي اصلا انت مجنون ازاي بتقول المغرب وفرنسا في سيمي فاينال اصلا. عليتوا سقف طموحاتنا، خليتونا باللي انتوا عملتوه واحلامنا اللي خليتوها في السماء ان احنا دلوقتي نبقى زعلانين ومتضايقين ان انتوا خرجتوا. احنا زعلانين ومتضايقين ان انتوا ما صعدتوش فاينل، ولكن فرحانين ومبسوطين ومتشرفين بيكو ان انتوا وصلتوا لهذه المرحله في البطوله. قدمتوا اداء كبير، قدمتوا بطوله كبيره، ولكن تعال نتكلم شويه كوره النهارده. انا عايزكم بس نتكلم شويه كوره واقول لكم ازاي المنتخب المغربي قدر يتفوق على المنتخب الفرنسي برغم ان النتيجه في الاخر ما كانتش في صالحه، ولكن المنتخب المغربي قدم مباراه كبيره، مباراه للتاريخ، خلى المنتخب الفرنسي قاعد طول ال 90 دقيقه في نص ملعبه، خايف منك، محافظ، محترمك، مش داخل اللي هو انا نازل الاقي فريق من افريقيا فريق عربي فهنزل اديله اربعه عادي وافتح خطوطي، لا. المنتخب الفرنسي النهارده كان خايف من منتخب المغرب، خايف من جوده لعيبه المنتخب المغرب، وجوده لعيبه المنتخب المغربي كانت قادره ان هي تتخطى فرنسا، ولكن النهارده للاسف الاجهاد والارهاق كان العدو الاول للمنتخب المغربي النهارده، الارهاق والاجهاد والاصابات. بالتاكيد الاصابات كانت العدو الاول للمنتخب المغربي مش الخصم فرنسا او اي حد تاني، لا، الخصم النهارده في ماتش فرنسا كان الاصابات والاجهاد والارهاق. النهارده بدل ما كنت بتلعب بجوده كبيره جدا في الخط الخلفي مع كل الاحترام لليميق واشرف داري، ولكن جوده رومان سايس ونايف اجرد عاليه جدا، باللي انت تنزل من نايف اجرد ورومان سايس لليميق واشرف داري دي يعني نزوله بعيده شويه، اب داون بالجوده كبيره، باللي انت بتواجه هجوم شرس نيمار وديمبيلي ومبابي وجيرو، هجوم شرس النهارده. الشوط الاول كان المنتخب الفرنسي عرف يخطفك في جون بغلطه دفاعيه من اليميق بتروح الكوره بتسجل هدف المنتخب الفرنسي، ولكن المنتخب المغربي كمجمل كان بادئ المباراه صح
وليد الركراكي، لما قلت زي ما قلت لكم في حلقه التوقعات بتاعت السيمي فاينال ان وليد الركراكي بيدرس المنتخب اللي قصاده كويس جدا، وبدا بتشكيله النهارده كويسه جدا باللي هو بيلعب ب 5 3 2 او 3 3 4 3. قدم في بدايه المباراه برومان سايس واشرف داري واليميق الثلاثي كانوا في الخلف. ليه بقى؟ يعني هتيجي واحد يقول لك طب ليه يا معلم غيرت طريقه لعبك؟ وطريقه اللعب لما بتتغير بتلاقي غربله او بتلاقي هزه في الفريق، فليه تغير طريقه لعبك اصلا؟ انا هقول لك ليه غير طريقه لعبه. دماغ الركراكي النهارده كانت بتفكر ان هو يقفل على الممرات الخمسه بتاعت المنتخب الفرنسي اللي بيشغلها ديمبيلي وجيرو وجريزمان ومبابي وثيو هرنانديز. دي كانت كل فكره، ان انا هلعب ب 5 في الخط الخلفي عشان اقفل الممرات الخمسه على الخماسي اللي بيهاجم عند المنتخب الفرنسي. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه بيلعب دفاع كومباكت وبيقفل الملعب تماما علشان ما يديش المساحه لجريزمان ومبابي ان هم يستلموا في انصاف المساحات، وده كان هيعمله بشكل كويس جدا. ولو كانت التشكيله دي او كانت الخطه دي فضلت مكمله كان المنتخب الفرنسي هيتكتف بنسبه كبيره جدا ضد المنتخب المغربي. ولكن النهارده اصابه رومان سايز دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الهدف اللي اتسجل فيك مبكرا، اللي انت بخطا من اليميق اتسحب مع جريزمان، الشجاعه خدته والحماسه خدته وطلع من مكانه وراح يضغط على جريزمان، فجريزمان شغل المساحه بتاعته وشكل خطوره وخطا برده مركب ما بين ميكو ما بين بونو اللي ارتبك وتوتر في منطقه غريبه جدا، واللي انت لو كنت خدت خطوتين وحاولت تمسك الكوره اي التحام من سيو هرنانديز هيبقى فاول عليه هو، لان هو كان جوه الستة ياردة، فبالتالي هدف خطا مركب من بين اللاعبين كتير سواء اليميق او بونو او حتى سفيان مرابط ما كانش قافل الدنيا في عمق الملعب اللي الكره اتشطت وتردت وكل الكلام ده. فبعد الجون الاول المنتخب الفرنسي وبعد 20 دقيقه رومان سايس ما قدرش يكمل الماتش، الاصابه اللي كان بيلعب عليها في ماتش البرتغال وكان بيحاول يتحمل عليها في ماتش النهارده ما قدرش، وشفناها في لقطه الكره بتعدي من فوقيه مع جيرو ومش قادر يجري وراه، فبالتالي كان لازم يخرج رومان سايس. ولما خرج رومان سايس ونزل مكانه سليم املاح الملعب اتفتح اكتر وابتدى المخاطره تبقى اكتر، ولكن نو ريسك نو فاني هو ده اللي اختاره الركراك النهارده. نو ريسك نو فاني، انا هفتح خطوطي انا هرسك يمكن اجيب جون، وده اللي كان بيحصل. ان انت بعد ما فتحت خطوطك المنتخب الفرنسي لعب لعبته اللي بيحبها، ان انا هسيب لك الكوره امسك انت الكوره العب بالكوره وانا هضربك بتحولات على سرعات ديمبيلي وعلى سرعات كيليان امبابي، وده اللي كان بيعمله المنتخب الفرنسي الشوط الاول، وكان فعلا ممكن يعورك في كوره وفي اتنين بسبب التحولات السريعه جدا على كيليان امبابي اللي محدش بيوقفه، محرك بيشغل المحرك في رجله ومحدش بيوقفه. ولكن رغم كده بعد ما الطريقه اتحولت ل 4 3 3 من تاني شكل المنتخب المغربي بقى افضل، ابتدت المثلثات تتعمل من تاني سواء سليم املاح مع نصير مزراوي ومع سفيان بوفال او الناحيه الثانيه وناحي وحكيم زياش واشرف حكيمي، فابتدت المثلثات دي تشكل خطوره على المنتخب الفرنسي، وكنت قادر تسجل في اخر المباراه بباك ورد مميز جدا من اليميق، ولولا لوريس كانت دخلت المباراه ورجع تاني المنتخب المغربي في المباراه، ورجع خرجت الشوط الاول انت خسران 1-0. الشوط الثاني القلق كله ان المنتخب المغربي يفتح ملعبه ويتدرب بالمرتدات، ولكن فتحه الملعب للمنتخب المغربي والضغط العالي والضغط الشرس جدا من المغرب اتى بثماره، ان انت كنت بتعرف تضغط المنتخب الفرنسي، زاني منتخب فرنسا في نص ملعبه مش مخليه عارف يتحرك، حتى التحولات بتاعته الهجوميه كنت نوعا ما بتقدر تستحوذ عليها وتقدر تقفل عليها. سفيان مرابط عمل النهارده تدخل تاريخي ان هو يضرب سبرنت من منطقه جزاء المنتخب الفرنسي لمنطقه جزاء المغرب ويعمل تاكلينج تاريخي على كيليان امبابي وبياخد الكره منه وبيبدا هجمه من جديد، كل ده بيشرفنا. اوناحي، ايه اوناحي ده؟ ايه يا عم عز الدين اوناحي الروقان والجمال ده؟ بتلاعب بطل العالم في سيمي فاينال كاس العالم وانت مروق دماغك، انا مش معاكوا هنا، انا بمسك الكره وبعدي من واحد واثنين وادي في انصاف المساحات وادي بينيات والعب في مساحه صغيره والعب في مساحه ضيقه، وناحي يلعب في اكبر فرق اوروبا مستريح قوي 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 قوي، ريال مدريد برشلونه ليفربول سيتي كل دول يلعب فيهم وناحي عادي، الجوده بتاعته عاليه جدا جدا جدا. ولكن زي ما قلت لك الارهاق كان الارهاق العدو الاول للمنتخب المغربي، لولا الارهاق ولولا المنتخب النهارده المغربي بيلعب بقوه بدنيه 50 ولا 60% كنا ممكن نشوف شكل تاني للمغرب النهارده. المغرب قدم ماتش كبير، قدم مباراه كبيره، ولكن الحظ ما كانش معانا النهارده، التوفيق ما كانش معانا النهارده. المنتخب الفرنسي بلعبه دنيئه ومنتخب مقرف بجد، بيلعب كره مقرفه تحت قياده ديدييه ديشامب، ولو خد كاس العالم انا هتقهر بجد بالطريقه اللي بيلعب بيها، بيلعب بطريقه مقرفه، ان انت منتخب جبان ومنتخب خسيس بجد، ان انت تبقى مدافع
وواقف في نص ملعبك وخايف من منتخب اقل منك بكتير جدا، مع الاحترام للمغرب، جوده المغرب مش جوده فرنسا. لو منتخب الفرنسي قرر انه يمسك الكوره ويضغط على المنتخب المغربي هياكله في ارض الملعب، ولكن النهارده اللي انت تبقى خايف وجبان قدام المغرب والمغرب يعمل عليك الماتش ده، فانت منتخب ما يستحقش الفوز، فانت منتخب ما يستحقش يوصل الفاينل، فانت منتخب لو خدت كاس العالم ما تبقاش تستحقه. فعلا انت بتقدم ماتش سيء قدام المغرب، ولكن بفرصتين قدرت تخلص الماتش. النهارده تعال قول لي المنتخب الفرنسي ظهر امتى غير في الجونين؟ ظهر ازاي غير في الجونين؟ هو ما عملش حاجه. المنتخب المغربي، المنتخب الفرنسي ما عملش حاجه في الماتش غير الجونين اللي جابهم. المنتخب المغربي النهارده كل الاخضر واليابس، قدمتوا ماتش كبير، قدمت بطوله كبيره، بدايه من ياسين بونو، من رومان سايس، من نايف اجرد، حتى البدلاء اشرف داري واليوميك وبو وبنون لما نزل في الماتش اللي فات، ويحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله باك ليفت عالمي النهارده، يحيى عطيه الله بيقدم اداء افضل من نصير مزراوي بكتير قوي، بعد ما نزل حتى النهارده بديل قدم شوط تاني مميز جدا. ونص الملعب سفيان مرابط اللي بيقدم بطوله للتاريخ، للتاريخ سفيان مرابط، وانا من وجهه نظري افضل سته في البطوله، معاه اوناحي افضل ثمانيه في البطوله، افضل فوق بوكس تو بوكس. نص ملعب المنتخب المغربي افضل نص ملعب في البطوله من وجهه نظري، غير الهجوم، غير نصيري اللي كان بيقدم مستوى مميز جدا سواء دفاعيا او هجوميا، حكيم زياش، سفيان بوفال، وحتى الدكه. شكرا للمغرب، شكرا لريدريك روكي، شكرا للمغرب على الحلو، على الحلم الجميل اللي احنا كنا عايشينه معاكم على مدار شهر كامل في كاس العالم، ولسه الحلم مستمر، لسه عايزينكم تاخدوا مركز ثالث، لسه عايزينكم تاخدوا ميداليه من كاس العالم. حتى لو ما خدتوش ميداليه هتبقى برضه شرفتونا، ان انتوا الفكره ان انت كمغرب منتخب عربي وافريقي تبقى رابع او من ضمن الاربعه الكبار في العالم وفي كاس العالم، دي حاجه كبيره جدا 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 جدا. شكرا للمغرب، شرفتونا، قدمتوا بطوله كبيره، مبروك، مش هقول لكم هارد لك، مبروك لكل جمهور المغرب، مبروك للي انتوا وصلتوا له، مبروك اللي انتوا عملتوه في البطوله، مبروك ان انتوا في السيمي فاينال، وان شاء الله باذن الله يوم السبت ناخد الميداليه البرونزيه من منتخب الكرواتي، لان كرواتيا اكيد مش تبقى زي المنتخب الفرنسي. في الاول والاخر ده راي شخص واحد، ورايي انا في المنتخب المغربي ومباراه فرنسا والمغرب. قول لي رايك انت في الكومنتس، وقول لي توقعاتك، قول لي رايك في المنتخب المغربي عامه في البطوله، قول لي توقعاتك، هل المنتخب المغربي قادر على الفوز بالميداليه البرونزيه ولا للاسف المعنويات هتبقى في الارض ومش هناخد الميداليه؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو حضرتك ما تنساش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات تجيلك اول باول. تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقيهم في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك، اليوتيوب، على تويتر. كم اخو مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.